مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم أهم عشرة. في حلقتنا ومثل ما عودناكم في كل يوم معنا موضوعين اثنين، خلونا نتعرف عليهم. في حلقة الليلة، الموضوع الأول، أكثر 10 كتاب تأثيرا في الرأي العام. الموضوع الثاني، أغلى 10 مطربين في الحفلات الخاصة الخليجية. الشعر والقصص والنظريات العلمية والفلسفية والموسيقية ليست بعيدة عنهم، فجميعها إذا أردنا الحديث بإنصاف تهدف لخدمة فرد أو مجتمع أو أمة. ومثلما هناك مؤثرون في تلك المجالات، هنا أيضا كتاب تأثيرهم لا يختلف كثيرا باستثناء أنهم يعيشون بيننا. فمن هم الكتاب الأكثر تأثيرا في المملكة؟ في المركز العاشر، نجيب الزامل، كاتب صحفي بجريدتي اليوم والاقتصادية في السعودية، وعضو بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. لقلمه جماهيرية واسعة، ليس في نطاق السعودية فحسب، بل بكافة دول الخليج وأكثر. لديه زاوية كل جمعة بعنوان اسألوني بجريدة اليوم، يجاوب على أسئلة الناس بمصادر علمية وأخرى من خبرة رحلة الحياة. كما أنه عضو بلجان عدة، الأدبية منها والاجتماعية والحكومية كذلك. فيما يتعلق بالكتابة الصحفية في الصحافة السعودية، لا أتوقع أنها تختلف عن البيئات الصحفية الأخرى، خاصة البيئات المشابهة. إذا نتكلم عن الاتجاهات، فأتوقع أن يمكن اتجاهات الكتابة الصحفية في أو كتابة المقال الصحفي في الصحافة السعودية هو تقريبا يمكن مركز على الشأن المحلي بشكل كبير، مع وجود بعض التنوع في المجال السياسي والمجال العلمي والمجال الاقتصادي والمجالات المتخصصة الأخرى، لكن لا زال الشأن المحلي هو المسيطر في أجواء الكتابة الصحفية السعودية، خاصة أنه فيه يعني كتاب تميزوا في هذا المجال، أصبح عندهم القدرة في إيصال الفكرة والتعبير عن رأي القارئ أو رأي المواطن فيما يتعلق في الشأن المحلي. في المركز التاسع، توفيق السيف، ولد في القطيف في 11 يناير 1959 للميلاد، مفكر وباحث ديني وسياسي ومؤلف سعودي مهتم بقضايا التنمية السياسية. ساهم في العديد من الدورات العلمية في الفلسفة والاقتصاد وعلوم الإدارة وحقوق الإنسان والعديد من الدورات في القانون. له العديد من المؤلفات. انتقل خلال نشر مقالاته ما بين صحيفة عكاظ السعودية والأيام البحرينية سابقا وصحيفة الرياض وجريدة الرأي العام الكويتية وجريدة اليوم، ويكتب حاليا مقالا أسبوعيا في جريدة الاقتصادية السعودية. ولا أتوقع حقيقة أنه فيه يعني الربط، أتوقع أنه موجود ومتاح، أتوقع في أكثر من بيئة صحفية، خاصة يمكن في البيئات اللي موجودة مثل بيئة المملكة. في أتكلم في بيئة الصحافة، التوجه الرسمي غالبا ممكن ما يطغى على حتى على الصحيفة نفسها، وبالتالي ممكن ينعكس على الكتاب، لكن لا زال الكاتب الصحفي هو أكثر استقلالية في المؤسسة الصحفية من وجهة نظري. لكن لا زالت الأجندة المتعلقة سواء بالدولة أو بالصحيفة ممكن تنعكس يوم من الأيام على الكاتب الصحفي في الصحيفة. فمن الصعب جدا أن نفصل أنه في فرق أو ممكن الفصل بين التوجهات، لكن بعض الكتاب لديه القدرة في الفصل ما بين هذه التوجهات، لديه القدرة في محاكاة هذه التوجهات بشكل جيد وبأسلوب حتى لا يعني لا يطغى عليه الإيجابية بشكل واضح، سواء موقف إيجابي للدولة أو موقف سلبي. لكن لدينا كتاب لديهم القدرة في التعامل على هذه مع هذه القضايا بشكل إيجابي بشكل جيد، وهذا دليل. طبعا هذا يمكن الشيء الأساسي اللي يمكن راح يتيح المجال في أنه يكون كاتب جيد ومؤثر، وحتى لا يبان عليه التوجه الرسمي سواء للصحيفة أو للدولة، وقدرته على التلاعب على هذه الأوتار بشكل ممتاز. الكاتب الصحفي هو دائما من يتمكن من امتلاك زمام الكلمة بشكل جيد، ولديه اطلاع ومعرفة جيدة بالموضوع، وكل ما كان متخصصا في الأشياء التي تحدث فيها والذي يكتب عنه، أتوقع أنه راح يكون مقال مؤثر، وحتى راح يكون مقال إيجابي للصحيفة وللقارئ بشكل عام. في المركز الثامن، عبد العزيز السويد، بدأ العمل الصحفي متعاوناً مع مجلة اليمامة، ثم تفرغ للعمل الصحفي كمحرر اقتصادي لمجلة اليمامة، ثم سكرتير تحرير مجلة اليمامة، وبعد ذلك انتقل للعمل كمدير مكتب جريدة الاقتصادية بالرياض عند صدورها، ثم نائب رئيس تحرير جريدة الاقتصادية. نشر له زوايا صحفية خلال فترات مختلفة في المطبوعات التالية: اليمامة، الاقتصادية، ثم في جريدة الرياض.
حتى استقر فيه للكتابة في صحيفة الحياة زاوية يومية تحت عنوان أحياناً. وحقيقة الكتابة الصحفية في السعودية يمكن من أهم المجالات حاليا، وأتوقع لها حتى في المستقبل القريب أنها تكون هي الأهم. إذا نتكلم عن التوجهات الحديثة في مجال الإعلام، لا زال المقال الصحفي هو الأساس. حتى في مجال التنافس الآن، إذا الصحف أرادت أن يعني تنافس بشكل جيد عليها الاعتماد على الرأي والتحليل، والمقال الصحفي هو أحد أهم أوجه الرأي والتحليل في الصحافة بشكل عام. المقال الصحفي في السعودية ومرحلة النضج ونتكلم عن تأثيره وقوته، أتوقع وصل إلى مرحلة جيدة مع وجود كتاب متمكنين لديهم القدرة والتنوع والمعرفة بشكل جيد. لكن مع إتاحة التنافس الكبير وظهور عدد كبير من الكتاب في الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ربما يساء تقريبا فهم دور المقال الصحفي. والدليل أنه وجود بعض الكتاب الذي فقط يحاكي الفكرة بشكل يعني متواضع، نتكلم بعض الأحيان، بالإضافة أنه ممكن يكون ردة فعل فقط لمواقف معينة. لكن إذا أردت كاتب صحفي متمكن محترف لديه مقال صحفي وفكر يحاول إيصاله للقارئ، فلو أتينا للتصنيف هنا نجد أنه الكتاب المتمكنين حقيقة قلة. لكن أنا أكثر ما أخشى حقيقة هو التوسع في المقال الصحفي. ممكن هذا يسيء للمقال الصحفي في المستقبل لوجود منصات إعلامية كبيرة، ووجود لن أتكلم عن، لكن وجود ممكن بعض الكتاب الذين ليس لديهم الخبرة الكافية، حتى لو جيت سألته فقط ممكن يقول لك فقط يتكلم في بعض المناسبات والمواقف المعينة، لكن لا تراه كاتب محترف مثل بعض الأسماء اللي طرحتها في البرنامج. هذول الكتاب محترفين لديهم القدرة على التأثير، لديهم خط واضح في الكتابة، حتى لديهم فكر للمقاومة في مسألة صنع التوجهات وصنع الرأي العام. وهنا هنا هنا نتكلم عن أهمية المقال الصحفي. المقال الصحفي ليس فقط ردة فعل أو تعبير عن موقف معين، المقال الصحفي هو أداة للتعبير عن رأي القراء، وليس كل ما يكتب يقرأ في الصحف. فبعض الكتاب لديهم مقالات مؤثرة، لكن لا جيت ترجع لطبيعة المقال وطبيعة الكاتب الصحفي تجد أنه لديه القدرة الأدبية واللغوية والفكرية التي تمكن من أنه يصل الفكرة بشكل جيد، حتى تجد القبول مستمر من القارئ في 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 يعني في تقبل المقالات الصحفية مهما تنوعت الموضوعات. في المركز السابع عبد الرحمن الراشد، ولد في عام 1956 للميلاد. بدأ رحلته في الوسط الإعلامي بتولي إدارة مكتب صحيفة الجزيرة في العاصمة الأمريكية أثناء فترة دراسته هناك، ثم انتقل إلى لندن بعد التحاقه للعمل في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق كنائب رئيس تحرير مجلة المجلة السعودية، ثم تقلد منصب رئاسة التحرير في المجلة حتى عام 1998 حين عين رئيسا لتحرير جريدة الشرق الأوسط اللندنية. وفي عام 2004 تم تعيينه رئيسا لقناة العربية. كثير من ردات الفعل سواء من الجهات الرسمية أو حتى من القراء والتفاعل مع بعض القضايا غالبا ما تأتي من المقال الصحفي. المقال الصحفي يمكن أفضل وسيلة للتعبير أتوقع حاليا كقالب صحفي في الصحافة السعودية، وإيصال أفكار الناس وما يطلبه يعني المواطنين من بعض القضايا الساخنة، خاصة الشأن المحلي. يعني في قضايا شائكة كثيرة وقضايا متجددة دائما، مثل موضوعات البطالة، موضوعات المرأة، موضوعات العادات والتقاليد اللي يوم من الأيام يعني كل يوم تختلف وتطلعنا بإطار وفكرة جديدة. فدائما تجد بعض الكتاب يحاول أن يعبر هذا بشكل جيد، وتوقع أن لديه القدرة. حتى يمكن المثال البسيط في التعامل على أنه قياس ردة الفعل وقياس التأثير، غالبا ما تشوف المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المحتوى الإلكتروني وحتى ما ينقل حتى من الصحف غالبا ما يكون من كتاب الرأي. وأؤكد مرة أخرى أنه كتابة الرأي هي يعني واحدة من الأساسيات المهمة الذي يجب على الصحف بصفة عامة الاعتماد عليها، لأنها هي واحدة من وسائل التأثير والمنافسة في المستقبل إذا أردت أن تنافس وسائل الإعلام الأخرى، يعني خاصة وسائل الإعلام الجديد. في المركز السادس خالد لتخيل، ولد في الرياض في عام 1952 وله مشاركات واسعة في الكتابة السياسية والثقافية. كان كاتباً أسبوعياً في صفحة الرأي في جريدة الرياض السعودية ما بين 1989 حتى عام 1991 للميلاد، وما بين عام 1999 وحتى 2003 كذلك كان يكتب مقالة أسبوعية في صفحة الرأي في جريدة الحياة التي تصدر من لندن، كما يكتب مقالة أسبوعية كل أربعاء في جريدة الاتحاد الإماراتية.
غالبا بعض الكتاب يمكن يعني يفوتوا بعض الجوانب القانونيه والاخلاقيه في التعامل، وهذا دليل انه فيها التوجه العاطفي وليس الذي يطغى على التوجه العقلاني يعني في بعض الاحيان في كتابه المقال الصحفي، وشاهدنا بعض الحالات في الصحافه السعوديه. انا اطالب الكاتب او كاتب الراي المحترف، حتى اتوقع يمكن الكتاب لديهم هذا الالمام بشكل كبير، الكتاب المتمكنين والمعروفين، انه دائما المسؤوليه القانونيه انه دائما ما يتكلم الا في جوانب يعني هو مطمن لها من حيث المصداقيه، من حيث موضوعيه الموضوع المعلومات الذي يذكرها، حتى الجانب الاخلاقي انه غالبا كتابه الراي لا تاتي للموضوعات الشخصيه، كتابه الراي تاتي للموضوعات المهمه والموضوعات التي تهم الشان العام وتهم كثير يعني شريحه كبيره من الناس. للاسف نشاهد بعض الاحيان، وهذا دليل انه يعني خاصه مع التوسع في كتابه المقال الصحفي، وجدنا بعض ردات الفعل الشخصيه اللي اطلق عليها وليس اللي تعبر عن الشان العام بشكل عام او حتى عن الجمهور بشكل خاص، لكن غالبا الكاتب هو الذي يتوجه بمقالاته برايه لمحاكاه الشيء اللي يبحث عنه الناس عن معلومه، الذين يبحثون الناس عن مزيد من التحليل، مزيد من العمق، مزيد من الرؤيه. فهذا هو الكاتب المتمكن، لكن لما ناتي في مساله انه بعض الكتاب ياخذها ردات فعل لجوانب شخصيه ويعني موضوعات يمكن تهم شريحه او فئه معينه فقط ولا تهم شريحه مهمه من الناس، فانا اتوقع هذا جانب من الجوانب الاخلاقيه والمهمه التي يفترض على الكاتب انه يعني يراعيها بشكل كبير في كتابته المقال الصح. ان كتب لك عزيز المشاهد لقاء احد الكتاب في شارع او مناسبه قد تزداد المسافه بينك وبينهم، سيفاجئك برودهم او حماستهم، لكنك تعود وتكتشف ان كتاباتهم تسيطر عليك، وان التباين بين سلوكهم وكتاباتهم هو جزء من تأثيرهم عليك. دعونا أعزائي المشاهدين نواصل التعرف على الكتاب الأكثر تأثيرا. في المركز الخامس جمال خاشقجي، ولد في المدينة المنورة في عام 1958، يكتب في صحيفة الحياة اللندنية مقالا أسبوعيا في صفحات الرأي السياسي. بدأ مسيرته الإعلامية كمراسل لصحيفة سعودي غازيت، وعين في منصب نائب رئيس تحرير صحيفة أرب نيوز في عام 1999 إلى عام 2003، ثم تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية عام 2004، ويشغل منذ يوليو 2010 منصب المدير العام لقناة العرب الإخبارية. بعض الناس يسأل دائما يقول لك ليش هو مثلا الداعي او الواعظ هو اللي متواجد في الساحه، لكن انا دائما اطرح يمكن اتناول هذا الجانب او هذه القضيه فيما يتعلق في انه دائما لما العالم ينظر للسعوديه دائما ينظر لها كانها هي مهبط الوحي الاسلامي، هي التي تحتضن مكه والمدينه المدن المقدسه في الاسلام، فمن الطبيعي انه دائما ما ياتي توقعات الناس في النظره الى الاشخاص يعني اصحاب الوعظ واصحاب يعني الموعظه الدينيه او اصحاب الفكر الاسلامي بشكل محدد. حتى انا اذكر في الغرب غالبا اذا ارادوا ان يمر بعض المشروعات التي لها جوانب يعني اسلاميه ووعظيه وشرعيه دائما ما يحاولوا ان يجدوا اسماء من السعوديه، لانه دائما تعطيهم نوعا من الكريديبلتي او المصداقيه بشكل عالي في هذا الموضوع. فانا اتوقع هو نفس الشيء الذي ينطبق على يمكن المتلقي بشكل عام سواء في الوطن العربي، انه دائما يبحث في السعوديه عن الواعظ او يعني الكاتب في الفكر الاسلامي، لانه ينظر لان المملكه هي حاضنه لهذا الفكر بشكل جيد. وحتى من المتوقع انه دائما لما نتكلم عن السعوديه دائما يكون في ربط بين السعوديه والاسلام ومكه والمدينه وهكذا. لكن هذا دليل انه بعض يعني الوعاظ او اصحاب الاقلام في الفكر الاسلامي وجدوا يعني مساحه جيده واستغلوها في الوصول الى الناس، والدليل انه مستوى التاثير حتى لما ننظر يعني في شهر رمضان دائما نشوف البرامج والمقالات والتعليقات غالبا ما تاتي يمكن من وعاظ او ناس اصحاب فكر يعني مختصين في الفكر الاسلامي من السعوديه، لانه يعني وجدوا ساحه منافسه جيده، وجدوا يعني فرصه سانحه لهم في هذه الوسائل الاعلاميه ووجدوا بشكل جيد. لكن من الظلم حقيقه ان نقول ما في كتاب مشهورين، بالعكس يعني لدينا كتاب يمكن بعض الناس لا يعرف، لكن لدينا كتاب معروفين. لما يعني نروح بكره يعني في بعض المنافسات المناسبات الثقافيه والاعلاميه دائما ما نجد من يتكلم عن كتابنا، يعني كتاب لا اريد ان اذكر بالاسماء، لكن لدينا كتاب. لكن انا اتفق معك تماما انه الواعظ او الكاتب في الفكر الاسلامي هو متواجد ووجد مساحه
يعني جيدة في 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 في, في سواء في الصحف أو حتى في الوسائل الإعلامية المختلفة، حتى الإعلام الجديد، وهذه واحدة من الأشياء المؤثرة. وأن نشوف دائما التفاعل مع يمكن بعض ما يكتبون بعض ما يغردون، دائما تفاعل كبير. لكن حتى شيء مهم أساسا هو الجمهور، الجمهور، وأنا هذا دائما أربطها زي ما هو الجمهور الخارجي يتوقع منا إحنا يعني ناس مرتبطين بالعقيدة وبالفكر الإسلامي، حتى جمهورنا الداخلي غالبا يتعود على الوعظ، تعود على التلقي بمسألة المعلومات يعني الخاصة بالشريعة وبالعقيدة، فما زال هذا الفكر متواصل. لكن من الصعب أن نلغي نقول الكاتب الصحفي غير مشهور. وجدنا لدينا وعاظ مشهور، لكن حتى نتوقع يمكن لو قلت النسبة نوعا ما، لكن لدينا بعض الكتاب. ويمكن واحدة من الأشياء المهمة في هذا الجانب تحديدا أنه يمكن ربما التطرق لبعض الشأن السياسي والشأن العربي، لدينا ما زلنا نقول نحن غارقين في الشأن المحلي، فدائما تلقى يعني تركيز الجمهور ومتابعة القرى غالبا تركز على كتابنا، يعني لأنه غارقين في الشأن المحلي. لكن لما نتكلم عن الشأن الإسلامي أو شأن العقيدة أو الشريعة، دائما هو شأن عالمي لكل المسلمين على مستوى العالم. في المركز الرابع صالح الشيحي، بدأ محررا متعاونا في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية، ثم صحيفة المدينة، ثم كاتبا صحفيا أسبوعيا خلال العامين 1411-1412، وكاتبا صحفيا في مجلة حياة الناس عام 1423-1424، ثم تفرغ للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس، ثم تحول إلى كاتب في صحيفة الوطن مقالا يوميا، وكاتب في صحيفة العرب القطرية ومجلة اقتصاد منذ عام 1424. اللي أتفهمه أنه عوامل الرقابة والعوامل المؤثرة فيها هي عوامل نسبية متغيرة دائما، تتغير مع تغير المزاج العام والمزاج السياسي والاجتماعي. تتذكر قضايا سابقة كانت يعني أشبه بالتابوز، قضايا محرمة لا تذكر في الصحافة السعودية، لكن نتكلم عن العقد الماضي في قضايا كثيرة، سواء فيما يتعلق في الشأن الاجتماعي، في شأن المرأة، في الشأن حتى في الشأن السياسي، حتى نتكلم عن الشأن الحكومي ومراقبة الأجهزة الحكومية، أصبح فيه توسع كبير جدا. وأتوقع يمكن واحدة من العوامل المؤثرة في هذا الجانب هو يعني تواجد قنوات تواصل واتساع في منصات إعلامية كثيرة، زاد من هامش الطرح بشكل كبير. حتى الدراسات الإعلامية الأخيرة كل ما لها تشير أنه في اتساع لهامش الحرية، حتى في التصنيف العالمي رغم أنه تقدم طفيف جدا، لكن لا زال في تقدم فيما يتعلق في هامش الطرح وحرية التعبير في الصحافة أتكلم، وليس على المستوى الفردي. لكن الرقابة أنا أؤكد لا زال هناك عاملين أساسيين هم المؤثران بشكل كبير، وهذا العاملان هم الذي يؤثرون على المسألة الصحفية بشكل أو بآخر. العامل السياسي لا زال بالدرجة الأولى عامل مؤثر في الرقابة، فأنا دائما نشوف الموضوعات التي ممكن تتعدى الحدود السياسية أو الثوب الذي اعتدنا أن نلبسه سياسيا سواء للمملكة أو الأجهزة التي تمثلها خارجيا، ما زال هذا عامل أساسي وعامل كبير جدا، بالإضافة للعامل الاجتماعي وعامل مهم جدا. وإحنا نختلف عن كثير من المجتمعات في هذا الجانب، لأننا دائما واضح أنه مجتمع تقليدي، مجتمع متمسك بعاداته وتقاليده، وكثير من الموضوعات وأنا من واقع دراسة أتكلم أنه حجبت أو حتى تعرضت لبعض التعديلات بسبب أنها حاكت جوانب اجتماعية، وجوانب اجتماعية واضحة مثل قضايا المرأة، قضايا الاختلاط، القضايا هذه دائما ما تجد أنها عامل مؤثر. وهذه يعني يؤكد لك أنه هذه العوامل هي في علاقة مع بعضها البعض، ودليل دائما ما تتأثر المؤسسة الصحفية أو العامل المؤسسي دائما يتأثر بهذه العوامل. لكن لو جينا بصفة عامة لا زال العاملان السياسي والاجتماعي هم المؤثران وبشكل كبير، مع أنه العكس في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات التي لديها هامش طرح وحرية تعبير عالية جدا لا يؤثر فيها إلا العوامل المهنية بالدرجة الأولى، وتأتي بعد ذلك العوامل الأخرى لأنها دائما مؤسسات مستقلة. لكن في المملكة لازلنا نعتبر يعني مؤسسات لم نصل إلى هذا الحد من يعني من هذه الحرية، وما زال العاملان السياسي والاجتماعي مؤثران وبشكل كبير. في المركز الثالث خلف الحربي، كاتب صحفي سعودي يكتب في صحيفة عكاظ 5 مقالات أسبوعياً من خلال عمود صحفي يسمى على شارعين، تناقش مقالاته في مجملها القضايا الاجتماعية والفكرية والدينية. وقبل أن ينتقل للكتابة في صحيفة عكاظ كان رئيساً لتحرير صحيفة شمس، كما أنه أحد مؤسسي مجلة المختلف، له عدد من الإسهامات في مجال الأعمال الدرامية التلفزيونية.
أنا أعتقد أنها مهارة بلا شك وليست عناد. الكاتب الجيد هو الذي من يتلاعب بالألفاظ والمصطلحات ولديه القدرة على أنه يتقمص يعني أدوار متعددة بإيصال الفكرة، ومن ضمنها حتى الإسقاطات السياسية. لكن الإسقاطات الذي المبنية على علم، على رأي، على موضوعية بشكل حتى لا يؤثر ولا يجرح في الناس يعني وفي شخصيات الناس. أنا دائما أكرر أن الكاتب الصحفي من يستطيع أن يمرر الفكرة ويجعل الجميع يقبلها حتى في أسلوب النقد تكون مقبولة، لكن لا يمارس الإسقاط المبتذل، اللي ما يمارس الإسقاط الشخصي ويتهكم على شخصية الناس مهما كان. يعني كل شخص لديه ظروف، وكل شخص معرض للخلل، معرض لأنه يعني ليؤدي أدوار ليست مكتملة دائما. ودائما كاتب الرأي هو من يعني يحاول أن يتابعها ويحاول يقرأ ما بين السطور في الموضوعات التي يتناول هذا الشخص أو هذاك المسؤول. لكن أنا أقول الكاتب الصحفي من لديه القدرة، ونعتبرها مهارة حقيقة، ولدينا بعض الكتاب حقيقة لديهم مهارة عجيبة، وأبرز الكتاب ممكن حتى على مستوى الوطن العربي يمتلكون هذه المهارة، اللي يعني ممكن لو أخذتها بالمصطلح العام الذي دائما يجعل له خط رجعة مع الناس، دائما يحاول أن ينبش الموضوعات لكن لا يجرح الناس، لا يصل إلى العظم ومرحلة كسر العظم. فأتوقع الكاتب الذي لديه هذه المهارة وليس عناد من يمارس الإسقاط وبشكل مبرر، وأؤكد أنه دائما يكون بشكل مبرر وبشكل سلس في خلال من خلال سياق المقال، أتوقع أن هذه مهارة وبلا شك يعني لا تحتمل أي صفة أخرى بقدر ما يمكن نصفها أنها مهارة، بالعكس وقدرة جيدة للكاتب في أنه يمارسها بشكل جيد. في المركز الثاني محمد رطيان، ولد في مدينة رفحة شمال المملكة، وهو أديب وصحفي سعودي، كتب في عدد مطبوعات، بدأ النشر في عام 1992 للميلاد في الصحف السعودية والخليجية، وعمل في الصحافة لفترة قصيرة عبر مجلتي فواصل وقطوف. يصنف رطيان كأديب، ويكتب الآن في صحيفة المدينة مقالاً يومياً في صفحتها الأخيرة منذ 6 أعوام في زاوية اسمها فضة الكلام. الإدارات الصحفية ما هي إلا وسائل منفذة، غالباً بعض الأحيان الفكر الشخصي ممكن يؤثر، لما يجيني رئيس تحرير ممكن في فكر الشخصي يؤثر، لكن غالباً لو نتكلم بصفة عامة فكر الرئيس التحرير وفكر المؤسسة يتأثر بالعوامل الأكبر منها، العوامل الاجتماعية والسياسية. وإحنا قلنا هنا من واقع بعض الدراسات والتحليلات واستخدام نظرية حارس البوابة، لا يأتي المؤسسة أو الرجل أو العامل الشخصي إلا في المراحل المتأخرة بعد المرحلة الثالثة أو الرابعة، على عكس العامل السياسي والاجتماعي. لكن أنا وجهة نظري أنا أعتبر أنه هذا ما هي إلا يمكن تناغم مع العوامل الأخرى، وكل ما انفتحت العوامل الأخرى، العوامل السياسية والاجتماعية، أتوقع المؤسسة ممكن تفتح المجال. لكن لدينا أشخاص الحقيقة يعني وأصحاب يعني رؤساء تحرير لديهم القدرة في أنه يوسعوا المجال بشكل جيد، ولاحظنا بعض القضايا بعض الكتاب رؤساء التحرير اللي يمكن خسر منصبه لكن في النهاية يعني طرح فسح المجال للكتاب وحتى لكافة الصحفيين والمحررين في الصحيفة بأنه يعني يوسعوا هامش الطرح. ولكن ممكن بعض الأحيان على النقيض تماما نجد أشخاص يمكن فكر الشخصي يجد عائق، لكن أنا أؤكد أنه دائما يمكن العاملين السياسي والاجتماعي هم المؤثرون بالدرجة الأولى، وأتوقع هم الذين يؤثرون على المؤسسة وعلى حتى على رئيس التحرير بذاته يعني بشكل كبير. الكتابة عزيزي المشاهد ملكة بحد ذاتها وفن لا يتقنه الكثيرون، ولو أتقنه البعض لا يعد كافيا لإيصال أفكارهم. فليس كل ناقد كاتب، وليس كل إعلامي كاتب، ولا كل من يستطيع الكتابة أيضا يمكن أن يكون كاتبا. الكاتب هو من يوظف ملكته ولغته وثقافته ورؤيته لخدمة المجتمع، وإلا لكنا جميعا كتابا. الآن لدينا كاتب واحد شديد التأثير، وتأثيره وضعه في المقدمة. خلونا نتعرف عليه. في المركز الأول فهد عامر الأحمدي، ولد في المدينة المنورة في عام 1967 للميلاد، هو كاتب سعودي صاحب عمود حول العالم في جريدة الرياض، بدأ كتابة المقالات في جريدة المدينة، وفي 17 أغسطس 1991 للميلاد نشر أول مقالة له بعنوان أنفجار سيبيريا، قبل أن ينتقل إلى جريدة الرياض،
وينشر أول مقال له في 21 سبتمبر في عام 2000، ولا يزال كاتبا يوميا في جريدة الرياض. أتمنى من الكاتب الرأي وكاتب المقال الصحفي أن يكون موضوعي بالدرجة الأولى، أن يحاول أن يبحث، أن يقرأ في المعلومات، وأتمنى كذلك أن لا يكون دائما ردة فعل ولا يكون الأسلوب العاطفي هو الطاغي على كتابات المقال. وجدنا كتاب عاطفيين جدا للأسف، يعني يتناول الموضوعات وينزل إلى مستوى الجمهور بشكل يمكن أقل من الجمهور نفسه حتى، لأنه يتعامل معهم بعاطفية فقط، مجرد ردة فعل لقضية معينة، لكن لما تسأله وتقول هل تتبينت، تثبت، تأكدت، يمكن قليل منهم ممكن يعطيك هذه الإجابة. كاتب الرأي هو الذي يتعامل مع القضية بشكل أفضل، هو الذي يعطي الإضافة. وأنا أؤكد أن الكاتب الرأي الذي لا يقدم إضافة للموضوع عليه ألا يكتب. إذا أنت لديك إضافة عن قضية معينة، لا تتعامل مع الموضوع بشكل عاطفي فقط، ومش حاول تجيش الجمهور بشكل يمكن غير مناسب، لكن إذا تتعامل معها بأنك تكون قيمة مضافة في الموضوع من خلال الرأي، من خلال المقارنات، من خلال الاطلاع، من خلال التحليل بشكل جيد، أتوقع يمكن هذا واجب كاتب الصحفي بشكل كبير جدا. وأتوقع يمكن راح تقل علينا يمكن كثير من القضايا في مسألة التعقيب، لأنه للأسف بعض الكتاب يطغى عليه الأسلوب العاطفي في التعامل مع الموضوعات، لكن ولا يطغى عليه الأسلوب الموضوعي والعقلاني الذي يجبره أن يتعامل مع الموضوع بشكل يعني فيه دقة وفيه تحري وفيه عمق وفيه تحليل بشكل مناسب. فيما يتعلق بكتابة المقال، بالنسبة للمقال للسيدات في السعودية، أتوقع أنه تطور بشكل كبير. وجدنا وبشكل كبير يعني كثير من الأستاذات في الجامعات، الكاتبات، الأديبات، الروائيات، توجهنا للمقال الصحفي بشكل جيد. والجميل في الموضوع والدليل أنه درجة التأثير أصبحت عليه، بعض الصحف الخليجية أصبحت تستعين بهم بشكل كبير. يعني لو عملنا تحليل أتوقع للكاتب والكاتبة السعودية، وجدنا في الصحافة الخليجية تحديدا وجدنا تواجد لهم بشكل أفضل من الكاتب الكتاب دول الخليجية الشقيقة الأخرى، وهذا دليل أنه توسعوا بشكل كبير. بالإضافة أنه أصبحت قضايا المرأة مطروحة بشكل أكبر، أصبحت المرأة تطرح قضاياها بنفسها، وهذا الجميل في الموضوع، خاصة لما أتكلم عن كاتبات متخصصات. وجدنا كثير من زميلاتنا في الجامعة مثلا يتكلمون عن موضوعات تخص المرأة والموضوعات التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، والموضوعات المعقدة حقيقة التي تحتاج رأي المرأة، وجدنا لها حضور بشكل جيد. وأتوقع أنه يمكن توجه المرأة لتناول موضوعاتها بنفسها وتناول موضوعات الأخرى بشكل جيد وإتاحة المجال لها في الصحف، أتوقع أن هذه بادرة جيدة يمكن تنعكس حتى على ممارسة الإعلام والصحافة بشكل عام للعنصر النسائي تحديدا في السعودية. أسعار تبدو معقولة للبعض لكنها في أغلبها مستحيلة على الغالبية العظمى من الجماهير. الحقيقة الثابتة هنا أن أجر أي فنان بات محكوماً بهوس الغالبية العظمى به، هوس تولده أحياناً رغبة مجنونة بضجيج لا يهدأ، أو بمتعة فنية قريبة وواقعية، أو حتى تسابق الجماهير اليوم على البحث عن التفرد والحصول على ما لا يطوله الجميع. هذا الهوس يلد قائمة بأغلى 10 فنانين أجوراً من خلال الحفلات الخاصة، خلونا نسردها عليكم. في المركز العاشر المطرب العماني صلاح الزجالي، 140 ألف ريال لحفلة كاملة غير محددة الوقت. في المركز التاسع المطربة الإماراتية بلقيس أحمد فتحي، 160 ألف ريال لحفلة كاملة غير محددة الوقت. لا، في أجور تكون مدفوعة الثمن مقدمة مع التذاكر مع السكن مع الفرقة، وفي أجور تكون أجر الفنان لحاله وفرقته الوحدة والسكن والتذاكر الوحدة. في المركز الثامن المطرب القطري فهد الكويسي، 180 ألف ريال لحفلة كاملة من دون تحديد الوقت. في المركز السابع المطرب السعودي عبادي الجوهر، 250 ألف ريال لحفلة مدتها 4 ساعات. الخاصة تعب والعامة تعب، عامة أنت بتواجه جمهور، والخاصة
أنت بتواجه مسؤولية أمام أصحاب الحفل، فالاثنين على عاتقك. في المركز السادس المطرب السعودي رابح صقر 385 ألف ريال لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. في بنود اتفاق في عقد، قد تكون هذا المتعهد خل فيها، وقد يكون في وعود مسبوقة إنه مثلا في أجور أو شيء، أنت مثلا نطلع على المسرح وأنا أعطيك هي، وتفاجأ إنه ما أخذها. يعني قد يكون الرجل يقول لك أنا في موقف حرج الآن مع فرقة كاملة مثلا، يعني أجور الفرقة مثلا أنا أخذت حقي، فرقة ما أخذت حقها والمتعهد ما أعطاهم حقهم مثلا. أنا بقول له يعني كمان الفنان يفكر وهو على المسرح، طب هذول يعني خلصت الحفلة قد ما يجيني حقهم. فقد تكون في يعني إشكاليات خفية تصير، لكن هذه الأشياء نادرة ما تحصل. يعني والحمد لله الحمد لله احنا في مجتمع واعي، يعني ما قد حصلت تقريبا الا نادر مره ومرتين فقط لا غير، وما هي يعني ذاك التاثير. اغاني قد تسمع للمره الاولى واخرى سمعت يمكن الاف المرات، لكنها تحضر اليوم بطريقه مختلفه او حتى بعاطفه وباحساس مختلف. اسم يرد في ضمنها تحيه لمن تكفل بالليله الباهظه، كلها أسلحة يستخدمها الفنانون لمنح حضورهم الخاص قيمة مضافة تزيد من حرارة السباق نحوهم، وبالتالي ترفع مرتبتهم في هذه القائمة. في المركز الخامس المطربة الإماراتية أحلام 400 ألف لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. المركز الرابع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله 450 ألف ريال لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. مرة يعني أحد الفنانين الله يهديه أتأخر ساعتين بس ما جاء على المسرح، أما غير كذا الأمور كان موعدنا معه الساعة 9 جاء 11. تصرفنا مشينا الحفلة، قدمنا نمرة، كانت في نمرة ثانية، شغلنا التسجيل يعني، بس كان موقف حرج الحقيقة مع أهل الفرح المناسبة، موقف حرج جدا، وللأسف فنان شباب كمان. في المركز الثالث المطرب الإماراتي حسين الجسمي 500 ألف ريال لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. المركز الثاني المطرب السعودي محمد عبدو 550 ألف ريال سعودي لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. أهم شيء عند الفنان أجرته، فرقته، سكنه، مواصلاته، غير كذا إذا أمنت الأربع الأشياء ذي تأخذ أحسن حفلة وتأخذ أحسن فنان في يدك. ازدهرت الحفلات على غير عادتها، ولذلك تنازل أغلب النجوم عن رفضهم إقامة تلك المناسبات، بل تحولت فجأة إلى مصدر أساسي لإطلاق الأعمال الجديدة. لذلك يمكنك اليوم قياس قيمة الفنان ومدى شعبيته وحضوره من خلال هذه القائمة، فلنتعرف على الفنان الأعلى أجراً في الحفلات الخاصة. في المركز الأول المطرب السعودي راشد الماجد 600 ألف ريال سعودي لحفلة مدتها 4 ساعات فقط. في بعض الفنانين أنا أحب فنه وأحبه شخصيا، فبالتالي ترتاح له. أنا قلت لك مثلا أستاذ طلال مداح أنا أحبه شخصيا وفنيا، عبد المجيد عبد الله نفس الطريقة أنا أحبه شخصيا وفنيا، عباد الجوهر نفس الطريقة أنا أحبه شخصيا وفنيا، كاظم الساهر شخصية فنية جميلة وراقية جدا، ديانا حداد، حتى أحلام ترى جدا يعني أنا تعاملت معها عن قرب، وجدتها من ألطف الشخصيات ومن أكثر الشخصيات التزام. أحلام أنا يعني كان عندنا حفل خاص أذكرها، كانت المفروض توصل ليلة الحفل، وصلت قبل الحفل بيومين وعملت بروفات وهو حفل خاص، فأنا حقيقة يعني أكبرت في أحلام هذا الشيء.
في فنان تكون فرقته 10 أشخاص، في فنان 16، في فنان 20، في فنان 25 حسب فرقته. وبالعكس والله أنا قلت لك وجدت كل تعاون منهم، حتى في بعض الفنانين كنا نعجز في الفيز مع الفرق وكذا، يقول لك لا خلاص أجيب من المملكة، أجيب من الخليج وأعوض كذا حط كذا، يكونوا مرنين جدا. خصوصا تعرف إذا كان التعامل بينك وبين الفنان مباشرة، أو في مكتب مسؤول عند الفنان مش في النص، في وسيط، إذا في وسيط هو هنا المشكلة تصير. انتهت حلقة هذا اليوم من أهم عشرة، بكرة إن شاء الله لنا موعد آخر، تصبحون على ألف خير.